السلام عليكم. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، في حاجة اسمها هجر في الله؟ هجر في الله؟ أيوة، يعني هجر لو عصاة. صديقة سالفة ممكن إن هي أهجرها في الله؟ إذا كانت فاسقة وتنشر الخير الشر ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كعب بن مالك 50 ليلة. تمام. طب افرض ان هي مثلا بتفترى عليا بالكلام وبتأذيني بكلامها، خلاص وانا عايزه اتجاهلها، يعني مش عارفه اعمل ايه. وخلاص اعرض عن الجاهلين، السلام عليكم، اهملي او خلاص، اذا قابلتك فقط قولي السلام عليكم. شكرا.